أهلا بكم من جديد. استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني سعادة النائب غازي آل رحمة، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من قضايا الشأن العام وبالأخص ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والتنموي، إلى جانب استعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ونوه الوزير الزياني إلى أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وكافة الجهات المعنية لتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة وبما يصب في الصالح العام وتطلعات وطموحات المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية، فقد تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.58% وأقفل عند مستوى 1551 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,240,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,460,000 دينار تم تنفيذها من خلال 109 صفقات. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. وإلى إغلاقات البورصات الخليجية، السوق المالية السعودية أقفلت على تراجع بنسبة 0.05% مقفلة عند مستوى 8054 نقطة بتأثير من تراجع غالبية المؤشرات في تداولات اليوم. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أغلقت على ارتفاع طفيف بنسبة 0.02% وأقفلت عند مستوى 6547 نقطة، حيث شهد قطاع الطاقة ارتفاعا في نهاية تداولات اليوم. سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بنسبة تقارب 20 النقطة المئوية بإقفال عند مستوى 5114 نقطة وسط تراجع لمؤشر قطاعي العقارات وأيضا الاتصالات. أما سوق دبي المالية فقد خالفت أبوظبي وأقفلت بارتفاع بنسبة 0.38% بإقفال عند مستوى 2890 نقطة مع صعود قطاع الاتصالات بشكل رئيسي. أخيرا مع سوق العاصمة العمانية مسقط التي أقفلت على تراجع باللون الأحمر عند مستوى 3997 نقطة بتراجع بنسبة 0.34 نقطة مع تراجع أغلب مؤشرات البورصة العمانية. تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التقرير السنوي 55 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018. وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن الناتج المحلي الإجمالي سجل بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 2.4%. وأضاف الخليفي أن فائض الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة ارتفع بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال. وأضاف أن استمرار السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية حققت نموا في عرض النقود بنسبة 2.7% في عام 2018. تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالإبقاء على العملة الوطنية مربوطة بالدولار، مشيرا إلى أن الحكومة لن تفكر في برنامج صندوق النقد الدولي الذي يترك لقوى السوق مهمة تحديد سعر الليرة اللبنانية. وقال الحريري في تصريحات لشبكة CNBC أنهم يعتقدون أن إبقاء الليرة اللبنانية
عند 1500 مقابل الدولار هو السبيل الوحيد الثابت للمضي قدما في هذه الإصلاحات. وجاءت تصريحات الحريري بعد يوم من إعلان القادة اللبنانيين حالة الطوارئ الاقتصادية لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. يوتيوب يتكبد غرامة قدرها 170 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال. تتسلط الأضواء على السياسات الاشتراكية لحزب العمال المعارض في بريطانيا، والتي تدفع الأثرياء إلى الحذر وربما التخطيط للهجرة من بريطانيا في حال وصول جيرمي كوربون إلى الحكم. ويهدف خطاب حزب العمال إلى إعادة توزيع الثروات وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية. وأعلن الحزب عن خطة لإعادة تأميم المنشآت الاقتصادية الحيوية التي قامت رئيسة وزراء المحافظين مارغريت ثاتشر بخصخصتها في الثمانينيات. ويرى كثيرون أن هذه الخطة غير واقعية بسبب ارتفاع التكاليف، ويهدف الحزب لتمويلها من خلال زيادة الضرائب على الشركات وعلى الأفراد ذوي الدخل الأعلى من 800 ألف جنيه استرليني. وأفاد التقارير من محاسبي الضرائب ومديري صناديق الاستثمار أن العديد من أثرياء بريطانيا قاموا بالفعل بنقل أصولهم وأعمالهم لخارج البلاد. واصلت أسعار الغذاء العالمية تراجعها للشهر الثالث على التوالي، وذلك في أغسطس الماضي. وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجل مستوى 169.8 نقطة في شهر أغسطس الماضي، وسجل مؤشر الفاو لأسعار الحبوب انخفاضا بنسبة 6.4% على أساس شهري. كما تراجعت أيضا أسعار الذرة بشكل حاد مع توقعات بموسم حصاد أكبر بكثير من التوقعات السابقة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر أكبر منتج ومصدر للذرة في العالم. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وإلى آخر أخبارنا في هذه النشرة، فقد فرضت غرامة قدرها 170 مليون دولار على موقع يوتيوب لاتهامه بانتهاك خصوصية الأطفال. ووافقت الشركة أو شركة جوجل التي تملك يوتيوب على دفع المبلغ في تسوية توصلت إليها مع لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة. وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن البيانات استخدمت لاستهداف الأطفال بالإعلانات التجارية، وفي ذلك انتهاك لقانون خصوصية على الأطفال على الإنترنت لعام 1998. وسيترتب على يوتيوب دفع مبلغ 136 مليون دولار، وهي أعلى غرامة تفرض حتى الآن، بالإضافة إلى 34 مليون أخرى لولاية نيويورك.